اول وصفه هنعملها فراخ بدبس الرمان، سهله سهله جدا، وصفاتها ومقاديرها قليله، والمقادير موجوده عندنا كلنا في البيت. هنقول المقادير بتاعتها. هستعمل فرخه متقطعه اربعه، فرخه كامله مقطعها اربعه، بصلايه مبشوره، معلقتين دبس رمان، موجود في السوق دلوقتي ورخص يعني، موجود في كل السوبر ماركت دبس الرمان، ربع كوبايه كاتشب، ملح وفلفل، معلقه كبيره سماق، معلقه كبيره اوريجانو، وثلاث معالق زيت زيتون، يعني تقريبا ثلاث معالق خمس معالق زي ما ايه تحبي معاكي. يبقى فرخه متقطعه اربعه، هستعمل لها بصله مبشوره، معلقتين دبس رمان، ربع كوبايه كاتشب، ملح وفلفل، معلقه كبيره سماق، معلقه كبيره اوريجانو، وثلاث معالق زيت زيتون. اول حاجه هعملها ان انا هحط زيت الزيتون في الطاجن اللي انا هحطه في الفرن، هعمل التتبيله، يعني دول حوالي خمس معالق، معاها البصله، وادي دبس الرمان. بسم الله. بيبقى سميك، خدوا بالكم ان في منه زوري وفي لبناني وفي تركي. التركي مشكلته انه تقيل جدا، يعني بيبقى لزج وسميك جدا دبس الرمان، فما بنستعملش منه كتير، بيبقى اقل من السوري او اللبناني كده اهو. ما هو السوري واللبناني احسن، احسن من التركي طبعا. كده اهو، ادي الملح وادي الفلفل، هاي التتبيله كلها هقلبها في بعضها. بص انا حطيت في الاول الزيت علشان ما اقعدش ادهن الطاجن، فكده اهو قلبتهم، واجي الفراخ احطها وادعكها بالتتبيله. طبعا لو انا حطيتها قبلها بساعتين هيبقى احسن، لو انا عندي فراخ جبتها ونضفتها وتبلتها وحطيتها في الفريزر بالتتبيله دي اوكي مفيش مشكله، بحيث انزلها من الفريزر على الفرن على طول هتبقى اسهل لي طبعا كتير، سواء التتبيله دي او اي تتبيله تانية. انت ممكن تجيبي الفراخ بس الفراخ تكون فريش، ما تبقاش مجمده وافكها وارجع اطلعها فريزر تاني، ما ينفعش. هي كده اهي، وادي اخر واحده. انا باخد بصوا من تحت ومن فوق، يعني لازم التتبيله تبقى فوقيها علشان كمان لما تستوي الفراخ يبقى عليها البصل. ما بحطلهاش ميه خالص، انا مجرد بغطيها وبحطها في الفرن، بتاخد لها ساعه او اقل حسب الفراخ مجمده او الفراخ فريش. يعني لو الفراخ مجمده بتاخد سوى طبعا اقل بكتير من الفريش، لان الفريزر بيكسر الانسجه بتاعه الفراخ. يعني لو جايبه فراخ من الراجل وحطها من الفريزر هتستوي اسرع كتير جدا من ان انا اجيبها جاهزه على طول من الذبحه ان انا اسويها، بتبقى النسيله بتاعتها بتشد شويه الفراخ اللي هي الطازه. هغطيها واحطها في الفرن حوالي ساعه، وبعد كده هكشفها تتحمر شويه، ما احطش زي ما اقول لكم ميه، هي بتنزل ميه بتاعتها، وبتبقى حلوه جدا وتتقدم مع الرز ابيض وشويه سوتيه جنبها. وصفه سهله وممتازه. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. الفراخ بعد ما استوت وقدمناها مع رز ابيض، بيبقى حلو قوي الرز الابيض معاها والسوتيه. فاكرين السوتيه اللي احنا عملناه قبل كده بالعسل والبشر برتقان؟ بيبقى تحفه جنبها. هنعمل دلوقتي وصفه حلوه وسهله، هي نوع سلطه بس سلطه بتشبع، وجبه كامله، وخصوصا النهارده اول يوم صيام، يا سلام على الفطار، مش عايزه اقول لكم بيبقى شكلها ايه حلو ازاي.